مساء الخير صلاح. شهدين وعدد من الإصابات في قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث تمكن المواطنون وكذلك سيارات الإسعاف التي وصلت إلى المنطقة التي تعرضت للاستهداف من انتشال الشهيدين وكذلك نقل الجرحى إلى مستشفى كمال عدوان في مناطق شمال قطاع غزة. أيضا في مناطق شمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية كانت هناك حركة واسعة ومسموعة من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، وهي تتحرك من منطقة إلى منطقة، تحديدا في المناطق الشرقية الشمالية القريبة من معبر بيت حانون أو معبر إيرز في المناطق الشمالية. وهذه الآليات تقوم بين حين وآخر بعملية إطلاق نار وفتح أسلحة رشاشاتها الثقيلة صوب تجمعات للفلسطينيين ومنازل المواطنين. أيضا في شمال قطاع غزة وفي مخيم جباليا بالأمس كانت هناك غارة إسرائيلية تحديدا الليلة الماضية استهدفت منزل لعائلة الصيام. هذا الاستهداف أدى لارتقاء 3 من الفلسطينيين بينهم أطفال وجرح آخرين، نقلوا أيضا إلى مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع. صلاح، بالانتقال إلى مدينة غزة وتحديدا حي الزيتون، منذ قرابة 20 يوم تستمر العملية الإسرائيلية البرية وتواجد القوات الإسرائيلية في محاور مختلفة من هذا الحي الذي يقع في المناطق الشرقية الجنوبية أو في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة. بالأمس وخلال الليلة الفائتة كانت هناك تحركات أيضا للآليات العسكرية، تراجعت قوات الجيش الإسرائيلي من محور أو من منطقة مفترق دولا وخلف الصلاة وأرض البرعصي، والآن تتركز التواجد القوات الإسرائيلية والآليات العسكرية عسكرية، إضافة إلى التحليق ملحوظ للطائرات المسيرة من نوع كوات كابتر في شارع رقم 9 تحديدا منطقة اليازجي وأرض الرباط. مع العلم أن هذه المناطق هي تحديدا شارع رقم 9 يفصل ما بين شارعي 10، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية والقريب من محور نت سريم، والذي تعتبر هذه المنطقة فاصلة ما بين مدينة غزة والشمال من جهة والجنوب والوسط من جهة أخرى، نعم وكذلك شارع رقم 8 الذي تعلم خلال الأيام والأسابيع والأشهر الماضية كان عرضة للاستهدافات الإسرائيلية على مدار الساعة. كان هناك عدد من الشهداء في سلسلة من الاستهدافات صباح هذا اليوم، تحديدا في شارع كشكو محيط مسجد الأبرار تعرض تجمع للفلسطينيين لاستهداف مباشر من طائرة إسرائيلية مسيرة ألقت صاروخ واحد على الأقل، هذا أدى إلى ارتقاء 2 من الفلسطينيين وجرح آخرين، نقلوا بأعجوبة من خلال المواطنين الذين وصلوا إلى تلك المنطقة رغم تواجد الطائرات المسيرة كوات كابتر نعم وكذلك إطلاق النار من قبل القناصة الإسرائيليين الذين يتواجدون في مناطق التوغل، نعم إضافة إلى منطقة عين جالوت في شارع النديم والقريبة من منطقة المصلبة. كان هناك صلاح استهداف لتجمع للفلسطيني أدى شكرا لارتقاء سيدة وجرح آخرين نعم في تلك المنطقة، نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة. وكذلك فجر هذا اليوم كان هناك استهداف منزل في حي الزيتون منطقة الشمعة، حيث تعرض منزل لعائلة الدحدوح لاستهداف مباشر من طائرة حربية إسرائيلية أودت بحياة عدد من الفلسطينيين وجرح آخرين، نعم نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني.